عبد الكريم، مهندس مختص في صيانة العشب الطبيعي لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فكرة من عند طرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهو مشكور على ذلك، والمكتب الفيدرالي من أجل كان هذا العشب الطبيعي، العشب فيما سبق عشب اصطناعي، عنده مشاكل متعددة، من بينها الصرف، من بينها أنه كان عنده لاستغناسيون ضو، مشاكل حتى خاصة في العشب الاصطناعي. هذه الفكرة تجسدت في الميدان، والحمد لله كانت بأيادي جزائرية مع تقني اللي كان واقف معايا مولود، وهو مشكور على ذلك. العمال بصفة عامة، ونشكر يعني كما قال واحد، هذه التجربة كانت ماشي سهلة وماشي صعبة. استعملنا في هذا المشروع مقاييس دولية خاصة تابعة للاتحادية الدولية، يعني هذه المعايير كنا متمكنين فيها. علاش؟ لأننا احنا كنا درنا مشروعين مع أجانب، وكانت الخبرة هذه اللي اكتسبناها سافوار فير، اكتسبناها من طرف أجانب وجسدناها في الميدان. دينا كامل كيفاش يقولوا هذاك السافوار فير، واستطعنا ان نجسده في الميدان بمقاييس كما قلت لكم دوليه، من حيث البذر، من حيث نوعيه الحصى. استعملنا جميع الوسائل تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وشفنا يعني لا لوكاسيون، الكراء بعض المكننه اللي قدرنا باش نديروا منها، حتى باش نسووا الارضيه في جميع المراحل، مرحله البذر، مرحله الصرف. استعملنا كاين فرق بين المشاريع الاخرى، انه هنا استعملنا لا جيوتكستيل، كما ما يخفاش عليكم اننا استعملنا يعني رانا مسيرين المعايير الدوليه. هذا هو الهدف، اننا نكونوا دائما على ووتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المشروع هذا دخل في اطار تطوير ظروف تحضير المنتخبات على كل المستويات، الاناث والذكور، الاصغر والاكبر. بون سي 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 ان تيران كي تي اون غاز اون طارتون، اي ان ديسيزيون ايتي بريز بور ترانسفورمي اون غاز اون ناتورال. نو زافون الحمد لله اون ايكيب، نو زافون ان انجينيور تكنيسيان، دي زومبلويي، دي اوفريي كي سون سبيسياليزي دون لونتروتيان دي بيلوز et dans l'édification des pelouses. Ceci est une première, c'est la première fois que notre équipe transforme de A à Z un terrain en synthétique en terrain gazon naturel. Nous avons pris en charge toutes les étapes, à savoir le décapage, enlever l'ancienne pelouse qui a été offerte à la protection civile de Médéa. Ensuite, il y a eu différentes phases. Je crois que l'ingénieur, les techniciens seront plus à même de décrire les différentes phases. Nous avons rencontré quelques problèmes, à savoir le Covid qui nous a freiné un petit peu, mais nous avons décidé de reprendre avec nos propres moyens. Et alhamdoulilah, le résultat est là. Je pense que l'image est plus riche que كما يقول لك الصورة غنية عن كل تعبير. فوالا. بودي شكر رئيس اتحادية الجزائرية لكرة القدم وكل أعضاء المكتب الفيدرالي لإعطائنا هذه الفرصة، فرصة ليست متاحة للجميع، أنك يعطيك مشروع بقيمة الملايير وماكش عارف لا حينتج ولا مش حينتج.
الحمد لله احنا كانت عندنا خبره مع الاجانب بخصوص البرتغاليين اللي كانوا هنايا، تكوننا معاهم انا والمهندس جلودي عبد الكريم، والحمد لله احنا الخبره تاعنا جسدناها في ارض الواقع فيما تمكننا من انجاز ارضيه العشب الطبيعي من النوع الرفيع، وكوننا فريق يتكون من 6 عمال مختصين في الصيانة وفي الإنجاز. الحمد لله الآن عندنا 6 هذه العناصر نقدر نتكلوا عليهم في أي وقت، لا في القصب العشب لا في الأمراض لا في كل العمليات اللي تخضع للصيانة العشب الطبيعي. قضية الوقت احنا شوف مهما كان قضية المشروع ما يتطلبش مدة زمنية معتبرة. علاش؟ إذا كانت عندك المادة الأولية الخام سور بلاس، صدر يكون عندك لا سومونس، باسكو لا سومونس حنا نستعملوا لا سومونس لوت كاليتي، صدر واش كاين في برنابيو، واش كاين في يعني النوع، حتى نوعية الخليط، حنا اللي استعملناه، حنا اللي خيرناه. يكون في عندكم حنا اللي خيرناه افيك دي بورسونتاج اي دي فاريتي اي سو دي فاريتي دي اسبيس اي فاريتي بيان سيليكسيوني. حنا خيرنا هذاك المو على حسب درجه الحراره، على حسب المناخ تاع سيدي موسى بالضبط. هذه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه حتى التربه المستعمله يعني نقصد بها لو بروفيل اللي استعملناه درنا فيه دي زاناليز، صديق حتى في الكرا حتى في الصابل تاع واتسو في المستعمل هنايا درنا فيه دي زاناليز باش قدرنا نستعملوه. هذه يعني باش نكونوا دائما مسيرين للمقاييس وما نسيو نتجنبوا اي حدث. يعني المقاييس اللي تستعمل في اوروبا هي نفس المقاييس اللي استعملناها احنا. احنا هذا هو البيوت، حبينا هذاك لو سافوار فير يتجسد بمقاييس ومعايير دوليه. وهضرنا على البذور المستعمله، هضرنا على الخليط، هضرنا على المعايير، وهضرنا كذلك على الخليط تاع ليتسومونس اللي هو يكون لا بارتي الفوقانيه. خاطش علاش حنا استعملنا ان بروفيل بيان ديتيرميني اللي هو 10 20 10، صادير 10 في الميلونج استعملنا فيه لا تول بهذيك خدمناها امبورتيناها بطريقه اننا نحافظ دائما على الهيوميديتي بوغ لا جيرميناسيون تاع لا سيمونس. صادير بصفه كيفاش يقولوا مختصره ومعممه اننا استعملنا نفس المعايير اللي يخدموا فيها في اوروبا. المده تاع المشروع ما تحسبهاش، احنا مرينا مرحله تاع الكورونا، مرينا مرحله اننا احنا اذا كانت الماده الخام سور بلاس، اذا كانت معناتها عندك لا سومونس هاي هنا ما يتجاوزش المشروع 3 اشهر. يعني اذا قارنا ان الماده الاوليه راهي سور بلاس، صدير هنا خاطش حنا الواد سوف عندنا كونتيتي كبيره مثلا، شحال يطلب الوقت انك باش تجيب لا كونتيتي، الكرافي كونتيتي كبيره، صدير هذاك النقل كي يكون عندك الماده خام في نفس الشيء ما راحش يطلب الامر 3 اشهر ماكسيموم. اما اذا كان عندك كيفاش يقولوا لي شوفوشمون اضطرابات مثلا الزريعه ما جاتكش في الوقت باش تقدر تزرع، طحت في دي كونديسيون بيان ديتيرميني انه صبت الشتاء، هادو الكورونا مثلا، الكورونا وطحنا في مشكل اللي قادر كان سبب شويه في الوطن، انه كانت عندنا كيفاش يقولوا لاباشاو ما وجدتناش في الوقت مثلا، خلاتنا ان نستعملوا التقنيه تاعنا وهي ان نستعملوا لا كاناليزاسيون تاع لو تيران تاعنا تي دو. صديق كانت عندنا افكار لقينا صعوبات مثلا في البروجي، كان عندنا لو كانيفو اكزيستون على الانتيريور وما كانش معنا، كانوا عندنا لو بروبليم تاع لي سوكل. راك تهضر لي على تقول لي المده الزمنيه، المده الزمنيه ما تحددهاش بتحددها بالزمان. صدير كي تشوف تفتح انت الخبير مثلا الطبيب يفتح يقدر يصيب صعوبات على الانتيريور، يفتح باش يقدر يعرف. نفس الشيء احنا ثاني فتحنا تيران وصبنا امور ما كناش متوقعينهم، لي كانيفو قلت لك ليكزيستون، لي سوق اللي كانوا كاينين، الكورونا، عطيت لك المده الزمنيه يعني بصفه مختصره، وعطيت لك الاسباب علاش هو شدنا برسك 18 موا.
18 mois en moyenne. اي كومبري واش كان صارينا صديق صبنا مشاكل على الانتيريور اللي ما كناش متوقعينها. والله الافاق هي انه احنا دائما نكونوا على اوتور صديق، لازم يكون عندنا تكون عندنا هذيك كيفاش نقولوا نسيروا الاحداث اشاك فوا راهو يصار ديفلوبمون، احنا هذاك ديفلوبمون لازم يكون عندنا صديق، لازم تكون لا فورماسيون لا بلوز امبورطونت بور لي انجينيور لي تكنيسيان ميم حتى لي زاجون بوليفالون، هذا هو البوت سيتادير سكون ابل لو ريسيكلاج اشاك فوا كيما لي ميدسان اشاك فوا يتبدل ان برودوي لازم نكونوا نسيروا لا سيمونس يتبدل اشاك فوا علاش نبدلوا لا سيمونس باسكو لا ريزيستونس اكسيتيرا اكسيتيرا، حنا هذا هو لو بوت باش نقدروا نكونوا دائما على ووتر لازم يكون تحديث، والتحديث يكون هذا عن طريق سوا لا فورماسيون تكوينات في الداخل مثلا، ولما لا يكون عندنا كما نقولوا هذه الخبره نقدروا نجسدوها في ملاعب جزائريه اخرى، ولا كانت عندنا كما نقولوا في المستقبل ملاعب للتهيئه ولا كيفاش يقولوا لا كونستركسيون، لما لا رانا هنا في اي وقت ونقدروا نمدوا الخبره تاعنا. نحن مستعدون لان نعمل للجزائر. فيما يخص الارضيه من خلال الخبره اللي اكتسبناها من الارضيه الاولى والثانيه مع الخبراء الاجانب وبالخصوص البرتغالي أنطونيو بلتاس اللي نوجه له التحية اللي ما بخلوش علينا بالنصائح والإرشادات، من في كل مرحلة قمنا باستعمال معايير دولية للإنجاز
واحترمنا التسلسل في الإنجاز وعطينا كل مرحلة الوقت الكافي لإنجازها وفق المعايير الدولية. هي دونك لو كون تقارن الأرضية اللي أنجزناها مع الأرضية اللي أنجزوها الأجانب، نفس الأرضية نفس المعايير، وهذا بشهادة المدربين اللي أجروا حصص تدريبية هنايا على غرار المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة اللي يقوم حاليا بتربص لكأس إفريقيا في المغرب إن شاء الله. فيما يخص التكاليف، التكلفة الإجمالية للمشروع كلفتنا اقتصدنا ما يفوت 75% من تكلفة الإنجاز لما يقوم بها الأجانب. فيما الصيانة الدورية، الصيانة الدورية لازم يكون دائما لازم تكون الكشف المبكر على الأمراض، لازم تكون صيانة دورية. الشيء الوحيد اللي نظل مكلف للطبيعة والإنسان هو الماء، استعمال الدوري الماء وخاصة في فصل الصيف. أما باقي التكاليف يمكن التحكم فيها. بعد النجاح في هذا المشروع، احنا بودينا المشاركة في أعمال أخرى، خاصة لدى افتتاح الأكاديميات القادمة للاتحاد الجزائري لكرة القدم على غرار تلمسان طارف. كذلك نحتاجونا احنا في الخدمة، في خدمة وما نبخلوش بالمعلومات اللي عندنا، وعندنا كفريق ذو كفاءة عالية، فريق محترف منضبط. والسلام عليكم. حاجة je voudrais si vous permettez rajouter une chose. Ceci dit, c'est je crois qu'au-delà de la réalisation, nous avons prouvé qu'il y a un savoir-faire et inchallah qui peuvent faire profiter à d'autres projets. En plus du savoir-faire, il y a le faire savoir. On peut éventuellement former d'autres personnes qui sont intéressées, ou la donne des entreprises qui démarrent dans le milieu, qui peuvent être chapeautées par l'équipe du CT, inchallah. On aura l'occasion de prouver encore l'efficacité de ces équipes. Voilà. السلام عليكم، اسمي محمد، عون تهيئة العشب الطبيعي بمركز سيدي موسى. الحمد لله خدمنا البروجي هذا وربي وفقنا، وإن شاء الله مازال إن شاء الله نزيدوا نخدموا إن شاء الله. هذه الخبرة هذه نستعملوها في مراكز واحدة أخرى. ونشكر رئيس الاتحادية وكل أعضاء المكتب الفيدرالي اللي داروا فينا الثقة، ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. السلام عليكم، معك عبد الرحيم بولدياب، أجون دوتروتيان غازوني،
صافي بليزير نكون متواجد مع تقنيين جزائريين. خدمنا درنا بروجي كان بزاف شباب، الريزلت هي اللي تبين. ان شاء الله نخدموا يجونا لي بروجي واحد اخرين ويكونوا نكونوا على قد المسؤوليه ونخدموا دي بروجي واحد اخرين ونكون ناجحين ان شاء الله. السلام عليكم، عز الدين ابو شرف، عون تقني العشب الطبيعي مركز تقني سيدي موسى. الحمد لله كما نقول خدمنا مع الاجانب لنا في ملعب سيدي موسى وفدنا الخبره، الحمد لله الخبره يعني كما نقول فدنا على الاجانب هذا، الحمد لله يعني درنا المشروع هذا الملعب هذا المركز التقني سيدي موسى، الحمد لله يعني تم بنجاح الحمد لله، ويعني ثقة المهندسين عبد الكريم ومولود مولود يعني حفزونا يعني المشروع هذا، يعني ما كانتش عندنا سعة في المشروع هذا، الحمد لله يعني ان شاء الله نزيدوا نطوروا المشروع تاعنا يعني ان شاء الله. السلام عليكم، جلولي عبد الكريم، عش طبيعي للمركز سيدي موسى، عندنا خبرة خدمت في هذا البروجي من قبل، زدت لنا بروجي يمنا الحمد لله. السلام عليكم، معكم بوحد ابراهيم، عون عشب طبيعي من مركز سيدي موسى للمنتخب الوطنية، وراكم الحمد لله يا ربي نجح البروجي كما راكم تشوفوا مع المهندس جلولي عبد الكريم ومولود مولود تكنيسيا، الحمد لله نجحنا وقبل المشاريع واحد اخرى ان شاء الله. بون السلام عليكم، معكم قنان توفيق فارس، عاون صيانه ملاعب بالمركز التقني الوطني سيدي موسى. بون كانت لي اول تجربه لي هذه مع مهندس تاعنا السيد عبد الكريم جلودي والتقني تاعنا مولود مولود، وبيان سي نشكروا شكر خاص كامل الزملاء تاوعي، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع في قادم المواعيد، وان شاء الله يديروا الثقه، يزيدوا يديروا الثقه فينا حنايا، وعلاش لي بروجي واحد اخرين مع لي كان شغل. هذه اول تجربه بايدي جزائريه، ان شاء الله ان شاء الله نكون حسن الظن الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع يوف عبد القادر، عامل رصاص في الاتحاد الجزائري لكره القدم، انا شاركت فيه كرصاص كل المراحل اللي لازم نشاركوا فيها، نبغى من الصرف ولا من كيما يقولوا تاع لاروزاج تاع السقي، كل حاجه شارك فيها واكتسبت هذه الخبره كما قال مولود من عند الاجانب هما اللي هنايا في الاول الملعب الاول والملعب الثاني، خدمت معاهم من كما نقولوا من الواحد حتى للمية، وهذه نشكر كل العمال اللي كانوا معنا هنايا ساعدونا في المشروع، ونشكر ثاني رئيس الاتحادية لكرة القدم على أعطانا كما يقولوا ان سبور باش نجسدوا هذا الملعب على أرض الواقع، وأعطانا الثقة والحمد لله. والسقف بصفة أوتوماتيك كما يقولوا ستاسيون فيها كلش، لي بومب لا باشاو، وكاين لي بروغراماتور نبروغراميوه المهندس يبروغراميه من الصباح حتى 24 ساعة ل 24 ساعة وقت اللي حب يبروغراميه، يدير له البروغرام قال على 6 الصباح وراه لقيت في الدار يتسقى، على 5 تاع العشية راه هنا يتسقى وحده، كل حاجة جاية بصفة أوتوماتيك، تقدر تعطي له ساعة هو يسقي في بلاصة، تقدر تعطي له دقيقة على حسب المناخ، إذا كانت شتاء أو يحبس، مام البروغراماتور هذا كاين كيف كيف، كاين كل حاجة يعطينا بالوقت تاعها المحدد، في الصيف ماشي لازم نسقيوه بزاف تكون سخانة في النهار، نسقوه الصباح ونسقوه في الليل، ماشي يعني لازم كيما نقولوا تعطي له فوق الطاقة تاعو، إلا عطيتو فوق الطاقة تاعو. على كل حال الحمد لله، ما كيما نقولوا الصرف يلعب دور، الصرف يلعب دور كبير هنايا، هاك يكون الصرف ماشي مليح هاك تلقى نهار كيتسقيه هاك تلقى بقع في الملعب، كيكون الصرف مليح يكون
ما كانش القطره اللي تحبط تشرب هذيك النبته، تشرب شويه والباقي يحبط لتحت. عندنا زوج خزانين، الخزان الاول اللي تجسد مع الملعب فيها 250 متر مكعب، وعندنا واحد اخر فيه 320 متر مكعب اللي كان مجسد مقبل. طيب هذاك كيما نقول خزان الماء هو اللي مد الخزان هذا، كي يتعمر هذا ها في زوج راه معمرين يكفينا ما شاء الله. وعندنا ثاني هنايا كانت مجسده من قبل، ما عندناش ما نجيبوش الماء من برا، عندنا فراش فيه الماء الله يبارك ما شاء الله، ما كان حتى مشكل بصفه عامه الحمد لله. ونشكركم على الضيوف.